Сегодня большая мужская часть армян Сирии в строю. За свою вторую родину сражаются молодые и пожилые люди. Все, кто может стоять на ногах и совсем не обязательно уметь держать в руках оружие. Война – коварная тетка, научит всему. بشرفنا عند أرضنا بشان يعرف أردوغان الكلب أردوغان الكلب هذا عميل إسرائيل شان بيعرفوا جماعتنا الأرمن إجوا يقاوموا هون إحنا بجبال جبل عبد الله شنو قال شنو قال من كاريك ساكستاني ورنزا ماري إركانت يا جوزا مش تنزل لافتة وبيشك كتسا جوهور تيف كتسا يا صوت أشتاش تشوف